الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ يعني كوانيني الله سبحانه وتعالى إيه دو ركنية تاتو kwenye shahada mtu akikubali kwamba yeye ni Muislamu yani anafuatilia hizi nguzo, hii ni nguzo ya tatu. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa kutoa sadaka. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kutoa zaka? Naam, lana zaka labud an tu'khadh min amwal muayyana. Ni kwa juu zaka ni lazima ichukue yani mwazili mali zenye zinajulikana. Fi waqt muayyan. يعني وقت يني متو واتو أنا جوا مقدار معين حد معين ما ينقص عنه يعني متى نشكو مالي يني نجدي كان سيو تو يعني يتلمك أو يندجو إلى طائفة معينة الأصناف الثمانية يعني واتو وينانان دو نشكو ليا يعني زيلي نجوزو نعم الزكاة تنقسم إلى قسمين الزكاة إن 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 واتو أنا تنا قسم يعني كوني قسمين يعني مبيلي جزء مبيلي فرض ونفل يعني زيلي زينية زيكو واجب متنا أنا لازميكا كوزيفانيا أنا زيلي مني متنا فانيا كواجو يكون طيع الله تو الفرض زكاة البدن هي زكاة المال هذا قسم. القسم الثاني زكاة المال أربع أقسام يعني زكاة المال متنا لازميكا كوفانيا هي كو كو ني نكواجني مرايني نعم قلنا زكاة البدن هي زكاة المال. القسم الثاني زكاة المال الأموال تجب فيها الزكاة أربعة أقسام يعني مال زنية زنا لازميكا كتوليوا زكاة زنا قوانيكا مرايين نعم. الأول الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة العملة الورقية الآن سواء كانت دولار أو ين أو يورو أو أي شيء يعني منتو يقوانزا ني ذهب نفيزة mta kikuwa na hii na hizi lazima atoe sadaka yake na huyu mtu hivi au hivi tunatoa hela mali mtu anakuwa na hela na huyu anatoa zaka naam. athani alkharij min alard alhubub walthimar alhubub mithla alqamh walshair walthimar mithla altamr naam yani mtu vile wenyewe vinatoka kwenye udongo na watu wenyewe wanalima au wanatoa zaka. نعم. الثالث الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى أكثر العام أو كل العام ولا يشتري لها علف. آه نواتو يتاتو نواتو إني واكو نعوم بيتو إني كما فيلي نو نتوا زكاة ليها. الرابع عروض التجارة كل ما عد للبيع والشراء لدي السوبر ماركت لدي محل مواد غذائية ملابس أخشاب نعم. Yani mtu waini ni mtu mwenye anafanya sokoni, mtu anakuwa na supermarket yake, mtu anakuwa anafanya kazi zake zingine, huyu na yeye vile vile anatoa zaka. Naam, hadha huwa rukn athani ita azzaka wallahu alam. Arukn athalith ita azzaka wallahu alam. Hii ndo nguzo ya tatu ni ya kutoa zaka. Naam.